يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، تحياتي لحضراتكم. الحقيقه يمكن الشعار في المرحله فيما يتعلق بشكل الموسم اللي جاي، ثم اخذ يفكر ويفكر ويفكر ومفيش حد قادر يوصل لحل. على كل الاحوال هنطرح على حضراتكم المقترحات الخاصه او التصورات الخاصه برؤيه رابطه الانديه لموسم استثنائي وهو في منتهى الصعوبه. وبيتهيألي الحقيقه ايا كان القرار ايه او ايا كان الاستقرار على ايه الحل الانسب، مفترض انه يكون بيحمل مصلحه الجميع، مصلحه منتخب مصر، لانه كمان منتخب مصر عنده موسم استثنائي في مشوار تصفيات كاس العالم، وفي ان شاء الله هكذا نتمناها يعني في حاله التاهل في مرحله الاستعداد لكاس العالم اللي هيقام في نهايه السنه الاخيره. لكن خلينا الفت نظر حضراتكم في البدايه لاكثر من نقطه. نقطه رقم واحد، حاله الاجهاد، ودي طبعا الحاجه اللي بيشتكي منها الناس كلها، في مقدمتها اللاعبين اللي كتير منهم تراجع مستواهم، او مش هقول تراجع، تاثر مستواهم بشكل سلبي بسبب تلاحم المواسم اللي عايشين فيه بقالنا موسمين، واللي غالبا هيستمر معاهم لموسم ثالث. دي اول نقطه. لكن في نقاط ثانيه كتيره جدا تاثر على منظومه الكره. النهارده انت بتتكلم على منظومة كرة في العالم، بتتكلم على معظم الدوريات، بدأت في دوريات وصلت لأسبوعها السادس ودوريات بتلعب في الأسبوع السابع، وانت لغاية النهاردة مش عارف هو الدوري هيبتدي امتى والدوري هيكون شكله ايه، وده يترتب عليه مشاكل من نوع تاني زي مشاكل انتقال اللاعبين. الأندية اللي عايزة تبيع لعيبتها لاحتراف خارجي او عايزة حتى تشتري لعيبة جديدة من دوريات من بره، في مشاكل متعلقة بالقيد، في مشاكل تانية مرتبطة بفكرة تكافؤ الفرص. خليني أطرح على حضراتكم السيناريوهات الثلاثة المتعلقة بالدوري أو بشكل الدوري في الموسم الجديد. النسخة الأولى أو الاقتراح الأول إنه الدوري يقام بشكله الطبيعي وبنظامه الطبيعي، 18 فريق بيلعبوا مباريات من دورين عشان يحددوا بطل الدوري. وفي الحالة دي شئنا ما بينا مع ارتباطات المنتخب وارتباطات الأندية، توقع أن الموسم يستمر لغاية غالبا سبتمبر، سيبك من حكاية أغسطس دي لأنها بتفشل غالبا، يعني غالبا هتلعب دوري ينتهي في سبتمبر المقبل. ده نمرة واحد، وده الشكل التقليدي اللي احنا عارفينه. الشكل التاني أو الاقتراح التاني بيقول أنه يتلعب دوري من دور واحد، مجموعتين يلعبوا دوري من دور واحد ينتج عنهم 10 أندية في مقدمة الجدول و8 أندية في مؤخرة الجدول. ال10 يلعبوا مع بعض عشان يحددوا مين بطل الدوري، وال8 يلعبوا مع بعض عشان يحددوا الثلاث فرق اللي هتهبط للدرجه الادنى. وده اقتراح تاني معناه انه الفرق هتلعب 17 مباراه في الدور الاول في الدوري المجمع، وبعد كده فرق المقدمه هتلعب 9 ماتشات تانيه، هتتكلم في 26 مباراه، اقل تقريبا بست مباريات عن النظام التقليدي. النسخه الثالثه او السيناريو الثالث بيقول ان احنا هنلعب برضو دوري مجموعتين، بس هناخد من المجموعه دي ومن المجموعه دي ثلاث انديه، ثلاثه مع ثلاثه يعملوا ستة، يعملوا دوري أو دور تاني من الدوري يحدد منه بطل نسخة الدوري الاستثنائي ده. والأخير في الجدول هنا والأخير في الجدول هنا، الأخير في المجموعة دي والأخير في المجموعة دي هيهبطوا بشكل مباشر، قبل الأخير مع قبل الأخير يلعبوا مباراة فاصلة يحددوا مين ثالث الفرق اللي هتنزل من الدوري ومين الفرق اللي هتكمل في الدوري الجديد. أعتقد أنه المصلحة العامة رايحه في اتجاه ان احنا نقلل مده الدوري، نضغط مده الدوري، مش مشكله ابدا يكون عندنا دوري استثنائي تستفيد اولا الساعه البيولوجيه بتاعت الدوري المصري تتظبط، والانديه تستفيد من حاله عدم الاستقرار في مواعيد البدايات ومواعيد النهايات اللي مسببه لها مشاكل في اجهاد اللاعبين والتاثير على مستواهم، وايضا كمان مسببه لهم مشكلات ان احنا كمنظومه كره في مصر نغرد خارج السرب، وبالتالي تنتهي مشاكل بقى القيد والبيع والشراء بالنسبه للانديه. على كل الاحوال الاقتراحات وصلت، الانديه بتذاكر والانديه بتدرس، والقرار هيكون قريب جدا. وبالمناسبه يهمنا كمان نسمع وجهه نظر حضراتكم، يعني انتوا كجمهور كوره ايه رايكم في التصورات المطروحه فيما يتعلق بشكل الدوري على صفحتنا او على صفحاتنا بقى على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام. سؤالنا موجود بيقول من وجهه نظرك ايه هي افضل او ايه رايك في تصورات رابطه الانديه للدوري الجديد، وايه هو الافضل لتجنب ضغط المباريات. هنتناقش في الموضوع ده، وهنتكلم اكتر كمان على مباراه مصر وليبيا، وهنتكلم على الاهلي اللي بيرجع النهارده للتمرين استعدادا بقى للمرحله اللي جايه، سواء كاس كملناه او ما كملناهوش، كل حاجه في علم الغيب، وبالتاكيد طبعا مشوار افريقيا اللي هيبتدي ان شاء الله في شهر 10. نبدا حلقه النهارده مع حضراتكم باهم الاخبار والعناوين.
الأهلي يستأنف تدريباته في التتش استعدادا للموسم الجديد. حملة لتطعيم أعضاء النادي الأهلي ضد فيروس كورونا. كيلو شادوم محمد حمدي للمنتخب بسبب إصابة عبد الشافي. منتخب موزمبيق يستدعي ميكيسوني لمواجهة الكاميرون في تصفيات المونديال. وبيرسي تاو خارج القائمة النهائية لجنوب إفريقيا. طيب خلينا نبدا بتمرين الاهلي النهارده. طبعا امبارح كان راحه مستر بيتسو موسيماني بعد ماتش امبي، قرر يدي الفرقه راحه 24 ساعه، والنهارده الفرقه رجعت للتمرين مره ثانيه. التمرين تحديدا خليني اقول لحضراتكم خلصت من ساعه تحديدا، وزميلنا شريف شعبان موجود داخل النادي الاهلي وتابع الحقيقه التمرينه، فخلينا نروح نطمن منه على الفرقه، نطمن منه على بعض اللاعبين، نعرف تفاصيل واخبار استعداد النادي الاهلي لبدايه وانطلاقه الموسم الجديد. شريف يا مساء الخير وازيك، وخلينا نطمن منك على تمرينة الفرقة النهاردة. تحياتي ليك طبعا زميلي احمد ولكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل الاهلي بعد اجازه استمرت حوالي 24 ساعه بيستأنف تمريناته اليوم في الرابعه والنصف عصرا، يمكن بداها بمحاضره في ارض الملعب ما بين الجهاز الفني والاداري طبعا المستر بيتسو موسيماني وباقي الجهاز ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه المرحله المقبله. بكره هيكون في مباراه وديه في الرابعه والنصف امام فريق الغابه، هتكون في استاد التيتش او ملعب التيتش. يا رب باذن الله بكره اللعيبه تنفذ فكر مستر بيتسو موسيماني. النهارده كان في بعض الناشئين في المران، طبعا اللعيبه الدوليه كلهم بينتظموا الى منتخباتهم، منتخب مصر وباقي المنتخبات. كان في النهارده زي ميكوسوني وعلي معلول كانوا موجودين، وايمن اشرف عملوا بعض الاستشفاء قبل الانضمام الى المنتخبات. باقي اللاعبين انضموا الى منتخباتهم. النهارده تدريب بدني ثم تقسيمه في نص الملعب. مستر بيتسو موسيماني اوقف التقسيمه اكثر من مره لتصحيح بعض الجمل اللي بيقوم بيها لاعبي الفريق، والنهارده كان المران قوي جدا وظهر فيه اكثر من لاعب بمستوى رائع جدا. طيب خليني اطمن منك على بعض الاسماء، يعني عايز اعرف حاله كابتن محمود متولي، حاله طاهر محمد طاهر، تكلمنا عليهم، شاركوا ما شاركوش، هل كان ليهم برنامج خاص ولا كان ليهم جزء مرتبط، يعني كان مشاركه مع الفريق في التدريبات بشكل عام؟ تمام. ملف الاصابات الخاص بالنادي الاهلي، ابدا لك بمحمود متولي اللي عنده التهابات في اوتار الركبه، خلاص بتتكلم في 4 5 ايام باذن الله وهيكون موجود مع باقي زملائه. الفتره اللي ما فيهاش مباريات الفتره دي فتره كبيره، فالجهاز الطبي مش بيتسرع في عوده اللاعبين، فخلاص يعني بيشتغل باريحيه خالص عشان خاطر ما يستعجلش في عوده اللاعبين. كهربا عنده اجهاد عام، هتلاقي بكره وبعد بكره بالكثير موجود في المران. طاهر محمد طاهر ايضا اجهاد عام، هيكون بكره وبعد بكره في المران. حسين الشحات عنده اجهاد في العضله الضمه يومين ثلاثه وهتلاقيه في المران. ياسر ابراهيم عنده اجهاد في العضله الاماميه وبرده يومين وهتلاقيه موجود في المران. بيرستاو خلاص في مرحله النهائيه، النهارده يمكن صورناه وهو بيجري التاهيل العمليه الاخيره في العوده من العضله الضمه، وكان بيجري حوالين الملعب وبيخش الجيم ما شاء الله، نمسك الخشب مفيش خالص زكى في جريته. الدكتور طبعا احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي قال لي ان في ايميل جه من منتخب الجنوب افريقي واثنى على البرنامج العلاجي لبيرستاو، وخلوا طبعا او استمرار بيرستاو يكمل علاجه في النادي الاهلي وما يحضرش مع التجمع الدولي لمنتخب جنوب افريقيا. طبعا كل دي ثقه كبيره في الجهاز الطبي للنادي الاهلي، الناس بره اثنت على عمل الجهاز الطبي في النادي الاهلي. ده ملف الاصابات الخاص بكل لاعب النادي الاهلي. طيب عايز رؤيتك انت ومن خلال متابعتك لتمرينه النهارده في اسمين تحديدا الجمهور بيسال عليهم وعلى مدى جاهزيتهم، ازاي شفت مشاركتهم في تمرينه النهارده يا شريف؟ محمد محمود وعمار حمدي. تمام. محمد محمود حدث ولا حرج ما شاء الله، عاوز يرجع، عاوز جعان كوره زي ما بيقولوا. النهارده عامل تمرينه ولا اروع ولا اجمل، رمانه ميزان في تمرين النادي الاهلي النهارده في التقسيمه. لفت نظري طول التقسيمه او طوال التقسيمه، انا الصراحه كنت مستمتع جدا بمحمد محمود، لعيب على مستوى عالي جدا، لعيب جماهير تحب تتفرج عليه. النهارده اللي ما شافش محمد محمود في التمرينه فاته كتير جدا. عمار متالق، كريم متالق، الكل متالق، ولكن النهارده اللي كان لفت
الانظار، ويبدو انك زميلي احمد كنت بتتابع المران ولا ايه؟ مش عارف. محمد محمود النهارده بيقدم واحده من اجمل تمريناته. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز شريف شعبان، كنت معانا من داخل النادي الاهلي، ودي كانت اخبار تمرينته النهارده. وبمناسبه كلامي مع زميل عزيز شريف على عمار ومحمد محمود، انا حابب الحقيقه الاثنين، لانه انا شايف انه مش انا بس، يمكن جماهير الاهلي مراهن عليهم بشكل كبير، ومراهن على كل الاسماء اللي انضمت السنه دي، يعني سواء بيرسي تاو ان شاء الله لما يبقى جاهز ولائق بدنيا، رهان كبير جدا على بيرسي تاو. ميكيسوني اعتقد انه في الظهور القليل في المساحه اللي اداها له الجهاز عشان يظهر في الماتشين بتوع طلايع وبتاع امبي، اعتقد انك شفت امكانيات لعيب لما يدخل فورمه وينسجم وتكتمل الناحيه البدنيه عنده، اعتقد اضافه كبيره جدا ومؤثره جدا، وانا متوقع انه يكون واحد من اهم، زي ما قلت على ديانج من بدايته، يعني انا قلت من بدايات ديانج انه ده حقيقه اللي اختار واللي قرر واللي تعاقد صفقه في الجون من الاول، واضحه جدا بيبان لعيب الكوره يا جماعه. وانا شايف ان ميكيسوني من النوعيه دي. ميكيسوني في يوم من الايام مع الاهلي ان شاء الله ينسجم مع الفرقه، هتشوفوا لعيب خطير خطير. ده ما ينفيش ان كل الصفقات حتى اللاعبين المصريين، سواء كنا بنتكلم على حسام حسن، وان يمكن كان معاه شريف سالم امبارح، وشريف متحمس جدا جدا، من اكتر الناس اللي شفتها متحمسه، ومحلل فني رائع الحقيقه. مش بنتكلم على هوايه او متابعه، بنتكلم على حد دارس ومعاه رخصه تحليل فني. شايف انه حسام حسن هو الهداف المنشود بالنسبه للنادي الاهلي، ومع شريف هيعملوا حاله في خط هجوم النادي الاهلي. احمد عبد القادر انا شخصيا بقى شايف احمد رهان عليه كبير السنه دي، لو اشتغل على نفسه، قدراته، امكانياته، مهاراته، تقول انه مستقبل واعد، مستقبل مش بس الموسم، مستقبل كبير جدا النادي الاهلي. نيجي بقى لمحمد محمود وعمار. انا شايف انه الاثنين دول الحقيقه امكانياتهم واعده جدا جدا جدا، وعندهم حاجات في نوع من المهارات كده بيبقى عمله نادر. محمد محمود وعمار حمدي بصنفهم من الانواع دي، اللعيبه اللي عندهم ملكات خاصه جدا، وشايف ان الفرصه جايه لهم. مش عايز انه عدم مشاركتهم او تاخير المشاركه بتاعتهم مع النادي الاهلي، لان المشوار طويل جدا وصعب، وسونر اور ليتر زي ما بيقولوا، يعني عاجلا ام اجلا الفرصه جايه لكم. فارجوكم ارجوكم انتوا الاثنين بالذات ابذلوا اقصى ما في وسعكم، وحجزكم لمكان في السكواد الاساسي الاهلي جاي قريب جدا باذن الله. الجماهير متعطشه تشوف محمد محمود، وانا كمان بالنسبه لي محمد محمود الحقيقه اسم من الاسماء اللي بتقدم كره جميله وكره ممتعه، ودي عمله بقت نادره في ملاعبنا في مصر. فاتمنى ان شاء الله باذن الله انك تشتغل، محمد محمود يشتغل على نفسه، وواثق تماما انه هيكون ليه دور كبير جدا 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 مع فرقه النادي الاهلي الموسم ده. طب نروح لاخبارنا سريعا عشان عندنا حاجات كتير في حلقه النهارده. خليني يمكن ابتدي بخبر يهم اعضاء النادي الاهلي، لانه الاداره التنفيذيه للنادي النهارده نظمت بالتنسيق طبعا مع وزاره الصحه حمله عشان تطعم كل اعضاء النادي الاهلي من فيروس كورونا، وده هيكون في مقر النادي في الجزيره. طبعا عشان يسهلوا على الاعضاء اللي سجلوا بالفعل في قوائم الطلبات عشان يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، كان في طبعا حاله استعداد كبيره جدا. خالد مرسي مدير مقر النادي في الجزيره كان موجود وكان بيتابع كل الامور المتعلقه، بنتكلم طبعا على اعداد كبيره جدا، فعمليه تنظيميه كانت محتاجه مجهود واستعداد كبير جدا. الموضوع ده هيستمر من النهارده الاثنين لمده 3 ايام. دي الفرصه اللي هيتاح فيها للاعضاء الحصول على الجرعه الاولى، اما الجرعه الثانيه فان شاء الله هيتحدد لها مواعيد ثانيه في نهايه الشهر اللي جاي. من عندنا من الاهلي، طب خليني قبل ما نروح للاعيبه الاهلي المحترفه، طبعا الف سلامه كابتن محمد عبد الشافي نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك، واحد من اللعيبه الخلوقه والمحترمه والمجتهده، وللاسف شديد جدا هنفتقده في مشوار المنتخب اللي جاي، لانه مستر كارلوس كيروش المدير الفني قرر انه يستبعد اسم محمد عبد الشافي نتيجه اصابته، وبدلا منه هيتم استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز عشان ينضم لمعسكر المنتخب اللي هيبتدي بكره ان شاء الله، استعدادا بقى لمواجهه ليبيريا الاول. طبعا المباراه الوديه هتكون يوم الخميس اللي جاي، وكله في اطار التحديد لمواجهتي ليبيا في بدايات شهر اكتوبر. يمكن حاله محمد هتستدعي انه ياخد فتره شويه في العلاج، وهيغيب عن المباريات اللي جايه مع ليبيا ذهابا وايابا. نتمنى انه يرجع بالسلامه، وبالتاكيد لاعب صاحب خبره كبيره جدا واداء ملوش علاقه، بيثبت دايما الحقيقه، واحد من اللعيبه تثبت انه السن مجرد رقم
ولاعيب محافظ على نفسه محافظ على مستواه وعنده قدرة الحقيقة أنه يكون موجود وبينافس على المكان ده في المنتخب الوطني. بالنسبة لنا إحنا بداية طبعا نطمنكم، بيرسي تاو مش رايح جنوب أفريقيا، تم إعلان القائمة النهائية لجنوب أفريقيا وتم استبعاد اسم بيرسي تاو منها، فبالتالي طبعا حالته الطبية لا تسمح. إصابته الأخيرة مع منتخب جنوب أفريقيا حتمت طبعا عدم انضمامه للماتشات اللي هتلعبها جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم. أما فيما يتعلق بميكيسوني، خوسيه لويس ميكيسوني هيكون موجود مع منتخب موزمبيق لأن المدير الفني جونزالفيس قرر استدعائه وأعلن عن قائمة بتضم 26 لاعب لمواجهة الكاميرون في تصفيات، طبعا بيلعبوا زينا في تصفيات كأس العالم، فبالتالي ميكيسوني هيكون موجود مع منتخب موزمبيق، هيلعب ماتشين، هيلعب ماتش الكاميرون وبعده بأربع أيام يلعب ماتش المغرب وبعد كده يرجع الأهلي. نتمنى إن شاء الله بالسلامة بدون أي مشاكل أو إصابات. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لإيفوجراف لطيف كده مجهزينه للزملاء لحضراتكم في السادسة. طبعا الصفقة برضو واحدة من الصفقات اللي ما كانتش متوقعة وجات كده مفاجأة، كانت مفاجأة انتقال كريستيانو رونالدو من اليوفي لمانشستر يونايتد. لكن تعالوا بقى نشوف الأثر، هي صفقة غير متوقعة، يعني مانشستر ما دخلش مفاوضات، احنا بنسمع عن الأسماء الكبيرة يعني بنسمع عن مفاوضات بتستمر فترات طويلة جدا وقد تنجح الصفقة وقد تفشل. لكن بين يوم وليلة لقينا إنه في كلام على بداية طبعا كان مان سيتي بيتكلم على كريستيانو رونالدو من اليوفي وفجأة السيتي انسحب، وبين يوم وليلة لقينا كريستيانو رونالدو بيعود لمانشستر يونايتد. أثر ده مش كرويا ولا فنيا، أثر ده اقتصاديا. بين يوم وليلة على مانشستر يونايتد ارتفع السهم بتاعه بمقدار قد ايه؟ ده اللي هنعرف تفاصيله في الانفوجراف اللي جاي ونرجع لحضراتكم على طول في السادسه. طيب ناخد حضراتكم شويه على الماتشين المهمين جدا اللي هيجمعوا منتخب مصر مع منتخب ليبيا في موقف احنا صعبنا على نفسنا طبعا. بس خليني اقول لحضراتكم انه يعني الناس اللي بتتكلم على انك انت تكسب ماتش وتتعادل ماتش ودي نتيجه الى حد ما جيده يحسم صداره المجموعه لمنتخب مصر، أنا مش مع وجهة النظر دي إطلاقا الحقيقة. صحيح ممكن مرحليا مؤقتا تتصدر المجموعة نتيجة تفوقك في المواجهات المباشرة بفوز وتعادل مثلا أو فوزين يعني نتمناها، بس فوز وتعادل يديك صدارة المجموعة على حساب المنافس المباشر ليك اللي هو ليبيا. لكن أنا تخوفي كله الحقيقة والمردود اللي قدمناه خصوصا في أنجولا هنا على أرضنا في القاهرة، مباراة صعبة جدا تفوق فيها منتخب أنجولا علينا وتسيد المباراة وضيع، مش هقول الفوز، على الاقل ضيع التعادل. وماتش الجابون اللي احنا لعبناه هناك وبرده الحقيقه تعادلنا بشق الانفس زي ما بيقولوا مع منتخب الجابون على ارضه، وهو الحقيقه منتخب يعني مش عارف احنا اللي ادينا له الوضع ده ولا هو بجد منتخب قوي. يعني ظهوره بالشكل ده يخليني دايما احط في اعتباري المواجهتين المنتظرتين اللي هتجمعنا بعد كده مع انجولا على ارضها، ودي مباراه بالنسبه لي مش مطمئنه خالص. عشان كده بقول السيناريو الافضل من وجهه نظري والامثل انك انت تكسب ليبيا رايح جاي. مهمة صعبة جدا لأن المنتخب الليبي هيحافظ على فرصه، عنده أمل كبير جدا إنه يحافظ على صدارة المجموعة، وفي أغلب الظن هم بيفكروا كده لو تخطوا ماتشين مصر وهم في صدارة المجموعة غالبا هم اللي هيوصلوا للمرحلة الثانية. هيكون معانا من طرابلس نجم الكرة الليبية والمنتخب الليبي السابق كابتن رياض جمعة معانا من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بشكرك على وجودك معانا وأهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن أحمد، اهلا بكل مشاهدين قناه الاهلي المصري، الفريق العريق الحقيقيه والكره المصريه خاصه. اهلا بحضرتك، والحقيقه الاشقاء في ليبيا اكيد طبعا في منتهى السعاده بالمردود الاكثر من رائع اللي قدمه المنتخب في الجولتين الاولى والثانيه من تصفيات كاس العالم. كنتوا متوقعين ده؟ كنت شايفين السيناريو ده؟ وازاي شفت المستويات للاربع فرق في المجموعه اللي بتضم طبعا مصر وليبيا وانجولا والجابون؟ حقيقه كابتن احمد خلينا نبدا في صلب الموضوع مباشره بغض النظر على مستوى الاربع فرق. بالنسبه للمنتخب الليبي حقيقه يعني الان كليمنتي وجد الذهنيه العاليه لدى اللاعبين والدوافع الحقيقيه انه يستمر في مردود المنتخب الايجابي، خاصة انه هو يواجه منتخب مصر اللي هو منتخب قوي جدا، منتخب يعني يعتبر من اقوى المنتخبات الافريقية، واعتقد ان الذهنية اللي موجودة اليوم
عند المنتخب الليبي اختلف على السابق بشكل كبير، خاصه ثقافه الفوز عند المنتخب الليبي، الحضور اللي هي والبدايات المهمه في كره القدم زي ما نعرف كره القدم، يعني من المهم البدايات تعطيك يعني دوافع كبيره على المستوى الذهنيه، وتعطيك دوافع كذلك على مستوى ثقافه الفوز. يعني اعتقد ان ليبيا اليوم مع منتخب يعني مع المدرب كليمنتي واضح ان المنتخب الليبي يلعب بامكانياته، يحاول ان هو يوصل للاهداف نتاعها خاصه على مستوى الفوز والنقاط الثلاثه اللي هي مهمه جدا زي ما قلت في مباراه منتخب مصر اللي تعتبر ان هي مباراه مهمه ومباراه مصيريه للمنتخب الليبي. وده كان سؤالي لحضرتك، يعني هل بتشوف انه المواجهتين بين مصر وليبيا ذهابا وايابا ممكن يكونوا هم اللي هيحسموا صداره المجموعه؟ بالتاكيد شوف انا متصور ان المنتخب الليبي اليوم يعني بالنسبه لي خافير كليمنتي المدرب الاسباني حاول ان هو يقسم الاهداف نتاعه، يعني جزئيات مهمه جدا، اليوم يفكر في مباراه مصر قبل يفكر في مباراه الاياب، يعني اعتقد ان المنتخب الليبي لو تحصل على ثلاثة نقاط نتاع المنتخب مصر اعتقد الطريق يصبح مفتوح امام المنتخب الليبي لصدارة المجموعة ولتحقيق الانجاز الكبير اللي يسمح به كل الشارع الليبي. لهذا يعني تعويل خفير كليمنتي على يعني الرجوع الى ليبيا بنقاط مهمة جدا امام المنتخب المصري، هذه هي الثقافة اللي غرسها في اللاعبين خاصة على المستوى التكتيكي والمستوى البدني. على المستوى النفسي انا اعتقد ان كليمنتي من المدربين الشاطرين يعني اللي يشتغلوا على العامل النفسي، ولكن امام مواجهة امام مصر اعتقد انه يحتاج ذهنية، لان اللاعبين كلهم امام منتخب مصر بيحاولوا يعطوا كل ما عندهم، يعني بيلعبوا 90 دقيقة بيحاولوا يؤمنوا بامكانياتهم، عارف ان ليبيا يعني مرت بظروف صعبة، واعتقد في ليبيا الان يعني ما فيش الا كرة القدم هي اللي تفرح بالليبيين، واعتقد ان هي يعرفوا اللاعبين بشكل كبير ان هي المباراه مهمه جدا وهي كابتن رياض. خليني اسالك، انا قريت من كلام حضرتك انه انت شايف انه خافير كليمنتي هيجي يلعب في مصر هنا مع المنتخب المصري وعنده رغبه في انه يحقق 3 نقاط. بالتاكيد هذا حق مشروع باعتباره ان امام منتخب مصر منتخب قوي ومنتخب مشروع، ما ننسوش ان منتخب مصر اليوم نتكلموا عليه ظروف استثنائيه للمنتخب المصري والاتحاد المصري، خاصه ما تعودناش على المصريين ان هم يغيروا في مدربين يعني في ظروف صعبه، يغيروا في مدربين يعني زي ما نعرفوا ان احنا يعني خروج المدرب الكبير حسام البدري يعني في ظروف صعبه، وتكليف المدرب يعني كارلوس كروش اللي هو من المدربين اللي هم محترمين جدا على المستوى الاوروبي، يعني نعرف ان المدرب البرتغالي يعني له تجربه كبيره على مستوى المنتخبات، درب منتخب البرتغال، درب منتخب كولومبيا، درب الامارات، ايران، دخل بهم كاس عالم، يعني مدرب فيه سي في كبير، ولكن المدرب في الاخير يعني اعتقد ان مهمته يعني ربما في ايديه، يعني مهمته ما فيش من يلوم عليه الشارع المصري والوسط الرياضي المصري لو قدر الله يعني خسر نتيجه المباراه، لانه هو في الاخير مدرب جاي لمشروع. فلهذا المدرب يعني يعتبر ان هو دخل على الفريق، وهذه يعني ظروف نعتبرها في كره القدم سلبيه وليس ايجابيه، يعني دخول مدرب صح بالنسبه للفرق، الفرق تختلف عن المنتخبات، الفرق ربما الرجه النفسيه لاي تغيير مدرب تحدث في حينها، لكن المنتخبات تعرف ان تحضير المنتخبات يختلف كليا على تحضير الفرق، يعني المنتخبات يتعامل مع لاعبين محترفين، يتعامل مع ظروف الوقت اللي هي مسمحت اي مدرب عالمي بتسييره لمنتخب بيحضر المنتخب تكتيكيا وذهنيا، وهو المنتخب يعني نعتبره ان المنتخب المصري منتخب اليوم في ظروف يعني مجروحه، ولهذا الان يعني اصبحتها مباراه يعني مفتوحه للجميع، مباراه مهمه جدا للمنتخب المصري وكذلك المنتخب الليبي. طيب يعني خليني اقرا مع حضرتك كده استعداد استعداد المنتخب الليبي، اعتقد انه في معسكر هيتعمل في تركيا تقريبا، وهل قائمه الفريق مكتمله في المعسكر استعدادا لمواجهه مصر ولا لا؟
بالتأكيد كل قائمة اللاعبين اللي كانت مستدعية في المباريات الماضية كلها موجودة، باستثناء يعني إضافة اللاعب المعصم المصراتي اللي هو لاعب مهم جدا يلعب في البرتغال، واليوم انضم لمجموعة في معسكر تركيا، واعتقد ان المنتخب الليبي يعني يلعب بكل قواته اللي هي متاحه للمدرب المدرب الاسباني خافي كليمنتي. نعرف ان كليمنتي يعني يهتم بعوامل مهمه جدا، خاصه على مستوى يعني اختيار اللاعبين والتشكيله، يعني نتصور ان يعني هناك قواعد دائما يخدم عليها كليمنتي، وهي مطلب المباراه بالدرجه الاولى، قيمه المنافسه اللي هو المنتخب المصري يعني يلعب امام اقوى منتخب في افريقيا، في نفس الوقت جاهزيه اللاعبين بتاعه اللي هم حاضرين بدنيا وتكتيكيا لمواجهه مصر في استاد برج العرب. كم لاعب محترف بتضمه تشكيله منتخب ليبيا؟ ومن وجهه نظر كابتن رياض، ايه هي ابرز الاسماء اللي انتوا يعني بتعتمدوا عليها او بتراهنوا عليها في مواجهه مصر؟ والله شوف كابتن يعني احمد، انا يعني كليمنتي حاول ان هو يتعامل مع الرصيد البشري المجموعه اللي عنده بما يجيز من اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين. اعتقد جل اللاعبين المحترفين اليوم حمد المصري، واعتقد صولا، واعتقد الهادي السنوسي، بالاضافه الى المعصم المصراتي، يعني جل اللاعبين المحترفين متواجدين وحاضرين مع المجموعه، واعتقد اللاعبين المحليين كذلك هم اللي عول عليهم بشكل كبير زي ما قلت لك، لان يميز يعني الفتره اللي الان اللي مركز عليها كليمنتي هي يعني طبعا الدوري ما هو شغال، كيف منتهي الدوري الليبي يعني انتهى في نهايه 8، اعتقد اللاعبين قاعدين في فورمة وريتم المباريات، وهو حصل الان في فترات طويله في معسكرات خاصه، المعسكر الطويل يعني دائما يضمن ضمان التركيز اكثر للاعبين، ويخدم على المستوى التكتيكي، وخاصه يعني عنده ستاف يخدم معاه على المستوى الاداء وعلى مؤشرات الاداء، مؤشرات القوه للمنتخب المصري ومؤشرات الضعف، ولهذا اعتقد انه حصل فتره كافيه لان هو يقود المباراه بشكل جيد. الماتشين اللي لعبتوهم قبل كده، تقديرك او تقييمك لمستوى المنتخب الليبي فيهم ايه؟ وهل يرتبط المستوى اللي ظهرت بيه ليبيا امام الجابون وانجولا يظهر بيه مره ثانيه قدام منتخب مصري، ولا شايف انه الخصم هنا بيصنع فوارق في المواجهه؟ شوف كابتن احمد، خلينا نكون واضحين، يعني بالنسبه لمباراه يعني التجمعات هذه يعني لا يهم بشكل كبير المدربين المستوى، بقدر ما انه هو يحاول ان مباراه يعني تكسب ولا تلعب، ما يفكرش انه هو يلعب، ولكن المنتخب الليبي قوي جدا على مستوى غلق المساحات تكتيكيا متوازن، خاصه البلوك بتاع المنتخب الليبي ماهوش طايح بشكل كبير وماهوش طالع بشكل كبير، حس ان المنظومه التكتيكيه عمقا عرضا للمنتخب الليبي محترمه جدا، ما يعطيش في مساحات كبيره، ما يعطيش يعني يدرس في الخصوم بشكل جيد، واعتقد ان اليوم نتكلم عليه مباريات يعني بتحاول انك انت تحقق فيها نتيجه ايجابيه، بغض النظر عليه يعني على المستوى الفني، وانك انت تفكر ان يعني المستوى الفني اللي هو بتسيطر على 90 دقيقه في مباراه كامله، هذا من الصعب جدا، ولا واعتقد ان كليمنت يعني يحاول بقدر الامكان ان هو يدرس المنتخب المصري اللي هو مكشوف واضح يعني كاسماء وك كلاعيبه في المنتخب المصري، يعني لعيبه قويه وزي ما قلت لك من اقوى منتخبات افريقيا، ولهذا هي الدافعيه يعني للمنتخب الليبي حتكون دافعيه قويه على المستوى الذهني. مباراه او التحضيرات لماتش العوده تم الاستقرار على تفاصيلها؟ يعني هتتلعب في بني غازي ولا ممكن يتغير المكان؟ هيكون في حضور جماهيري؟ تم حسم الامور دي ولا لسه ما زالت يعني بتتناقشوا فيها او يعني بتفكروا فيها؟ اعتقد كتحديد الملعب يعني انتهى موعد يعني تحديد الملعب في بنغازي في ملعب سوداء بنينه، وفي نفس الوقت يعني بالنسبه للظروف الثانيه يعني اعتقد يعني المباراه هي ماهيش بعيده، تقريبا يوم 12 او 13 12 مفترض المباراه يعني الاولى والثانيه، ما فيش فتره طويله، ف
فاعتقد ان هو الان التركيز كله في مرحله الذهاب، ومباراه الذهاب اللي هي يعني بيركز فيها المنتخب الليبي بشكل كبير. هي المباراه الاولى اللي على ارضكم لعبتوها في بني غازي مظبوط؟ اكيد في بني غازي. كان فيها حضور جماهيري يا كابتن رياض؟ اكيد فيها حضور جماهيري، لا تقريبا الحضور الجماهيري تقريبا ما فيهاش حضور جماهيري. لا فيهاش حضور جماهيري. بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا شاشه النادي الاهلي، كل التوفيق طبعا للمنتخب المصري والليبي، في النهايه منتخبين اشقاء وان شاء الله باذن الله الافضل والاقدر هو اللي يكمل المشوار. منتخب ليبيا انا قلت لحضراتكم منتخب فيه عناصر فرديه، طبعا انا النتائج بالنسبه لي يعني نوعا ما كانت مفاجاه شويه، ما كنتش متوقع انه المنتخب يقدم الكره دي، حاجات كتيره جدا، ظروف كتيره جدا يمكن كانت ما تخلناش نتوقع الظهور القوي ده لمنتخب ليبيا، على الرغم انه بيضم عناصر محترمه جدا، يعني منهم عناصر الحقيقه وارجوكم تتفرجوا، طبعا حمدو الهوني انتوا شفتوه في دوري ابطال افريقيا واتفرجتوا عليه مع الترجي التونسي، لكن يمكن مثلا لعيب زي سولا يمكن جمهور الكره في مصر ما يسمعش عنه او ما شافوش بيلعب في الصفاقسي التونسي، لعيب محترم جدا 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 وامكانياته عاليه، وفي بعض الاسماء اللي في المنتخب الليبي الحقيقه بتقدم مستوى متميز وده منعكس على الاداء الجماعي لمنتخب ليبيا. لكن في النهايه لما تيجي تحط الكفتين قدام بعض انا شايف انه طبعا يعني في النهايه تقدير مستر كيروش لصعوبه الماتشات، الطريقه اللي هنلعب بيها، التشكيل والاسماء اللي هتكون موجوده دي حاجه ترجع له، لكن في النهايه لما تيجي تحط الكفتين قدام بعض لو في الحقيقه الروح اللي بتعوض اي بقى مشاكل موجوده في لعيبه المنتخب، الروح اللي جابت لنا بطولات في اوقات كنا تماما مستبعدين او كنا تماما احنا كجمهور كره مش متوقعين، 98 في بوركينا فاسو 2006 والبطوله على ارضنا كانت بالنسبه لنا بطوله صعبه جدا ونتمنى بس ان احنا نحققها، وقد كان رحنا 2008 وما كناش متوقعين هو منتخب مصر ممكن يفوز ببطولتين امم افريقيا ورا بعض، ممكن يفوز وعملها وكلاكيت ثالث مره في 2010. العامل الاساسي في الموضوع ده ما كانش بس الامكانيات الفنيه والبدنيه والخططيه لمنتخبنا، عشان نبقى متفقين انت قابلت وحوش افريقيا، قابلت منتخبات زي كوت ديفوار مثلا في 2006 هنا اللي بالمناسبه وصلت معاك للنهائي وحسمت المواجهه بضربات الترجيح، منتخب عالمي يعني لو اتكلمت على الاسماء والفوارق الفوارق كبيره جدا، لكن الروح والعزيمه اللي بتعوض دايما عند لعيبه منتخب مصر اي فوارق لا تحطنا في حته تانية خالص، وده اللي غاب عن شخصيه المنتخب في الفتره الاخيره. يعني القصه مش بس قصه مدير فني ومش قصه بس كابتن حسام البدري، لكن اللعيبه كمان ما حسيناش في اي مواجهه من المواجهات ان الروح دي موجوده، لو الروح دي موجوده انا شايف انه بمنتهى السهوله تقدر تحسم المواجهتين مع ليبيا وتحط نفسك في حته تانية خالص تستحقها في مكانه تستحقها. طيب خلينا افكر حضراتكم بسؤال الحلقه مره تانية، رايكم طبعا انا شرحت في بدايه الحلقه اللي ما تابعوناش التصورات الثلاثه للدوري في الموسم الجديد، الشكل التقليدي 18 فريق تلعب كل فرقه 34 مباراه يتحسم على اساسها المواجهه، وده طبعا السيناريو اللي يخلينا نروح لنهايات اغسطس زي ما هما بيقولوا، وانا بتوقع كمان ممكن تدخل في سبتمبر مع دوري الابطال مع مشوار كاس العالم مع كاس عالم انديه مع كل ده ممكن نروح لبعيد. عندنا كمان السيناريوهين بقى الاستثنائيين، السيناريو الاثنين قايمين على دوري مجموعتين لكن شكلهم مختلف. في نسخه بتقول لك نلعب دوري مجموعتين، نلعب دوري من دور واحد الاول 18 فرقه كل فرقه تلعب 17 مباراه، وبعد الدور الاول نشوف جدول الترتيب، العشرة اللي في المراكز الاولى اول 10 مراكز يلعبوا دوري تاني من دور واحد مع بعض يحددوا مين هو بطل الدوري ومين هو الوصيف ومين الثالث والرابع اللي هيلعبوا الكونفدراليه، والثمانيه اللي تحت يلعبوا مع بعض دور تاني عشان عشان نعرف او نحدد مين الثلاث فرق اللي هتنزل ومش هتكمل في الدوري الممتاز. دي نسخه، النسخه الثانيه بيقول لك برضه نلعب دوري مجموعتين بس هناخد بدل ما هنقسمهم 10 و8 هناخد من الدور الاول دوري المجموعتين ده ثلاث فرق من المجموعه دي وثلاث فرق من المجموعه دي، يبقى عندنا ست فرق يلعبوا دوري من دور واحد عشان يحددوا مين بطل الدوري، والاخير في المجموعه دي والاخير في المجموعه دي دول هبطوا مباشره. ناخد قبل الاخير هنا مع قبل الاخير هنا في مواجهه فاصله نحدد مين الفريق الثالث، وانا اشوف بصراحه يعني
انه الدوري المصري مش محتاج يبقى 18 فريق، يعني برضه لابد ان رابطه الانديه بما انها النهارده المسؤوله عن مسابقه الدوري الممتاز، لابد ان احنا نعيد النظر والتقدير في مساله 18 نادي دي، لانها ما اعتقدش انها مجديه فنيا قوي، يعني ما يتهيأليش. انت ما تيجي تبص على مستويات المتقاربه اللي بيتنافس في المقدمه، يعني اهلي وزمالك ممكن يدخل معاهم في فتره من الفترات، بيراميدز ممكن يخش معاهم، مصري، سموحه، الاسماعيلي كان زمان، يعني بالكتير قوي بنشوف ثلاث انديه هي اللي بتتنافس وفي نهايه المشوار بيبقى اهلي وزمالك برضو. لكن المنطقه اللي في نص دي، المنطقه الدافه دي، ممكن تحدد فيها 7-8 فرق، وبالتالي انت بتتكلم على 10 فرق بتقدم مردود يليق بالدوري الممتاز، و8 فرق بتصارع من الاول. فليه 18 نادي؟ ما تفكروا في ان احنا نقلل العدد 16 نادي مثلا على سبيل المثال عشان نطلع من الدايره دي. في النهايه القرار طبعا مهم، يبقى في مصلحه اللاعبين اللي بيدفعوا فاتوره صعبه جدا جدا على مستوى كل الانديه مش بس الاهلي. الاهلي بيدفع فاتوره زياده شويه لانه الاهلي بيلعب في بطولات كتير جدا، بيلعب في بيلعب ماتشات سوبر غالبا محلي وافريقي، بيلعب في دوري ابطال افريقيا، وغالبا هو النادي اللي بيكمل المشوار للنهايات، على الاقل حصل ده في اخر نسختين فاز بالبطوله، وقبل كده كنا دايما بنوصل للنهائي، فبالتالي بنلعب دوري المجموعات وبنلعب ماتشات دور الثمانيه وبنلعب قبل النهائي وبنوصل للنهائي، فبيلعب عدد ماتشات كبيره جدا، وبقى عندنا مشاركات كاس عالم الانديه بتروح تلعب على الاقل، يعني نتمنى كده ان شاء الله 3 ماتشات مع ابطال عالم. فالفاتوره بتاعت الاجهاد عند الاهلي اكبر شويه من بقيه الانديه، فاللعيبه بتدفع الثمن، الانديه بتدفع الثمن، المنتخب، والمنتخب السنه الجايه لو وصل كاس العالم ما ينفعش يوصل بهذا المستوى المتدني الحقيقه اللي شفناه في تصفيات امم افريقيا الاول، حتى وان تاهلنا يعني منتخب لا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه، وبرده نفس الموضوع في مشوار كاس العالم، مش منتخب مصر يا جماعه، ومش ده، مش دي القماشه، ومش دي الاسماء اللي تقدم الكره دي. يعني منتخب مصر عنده قماشه محترمه، نامل انه مستر كارلوس كيروش يعيد توظيفها ويرجع لنا، حتى وان كان عامل وقت مش في صالحه، بس يرجع لنا على الاقل شخصيه منتخب مصر. طيب هنسمع رايكم في موضوع التصورات بتاعه الشكل الدولي السنه الجايه الموسم الجديد، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل مره ثانيه في السادسه. طيب الجديد بس قبل ما نستقبل ضيفنا طبعا العزيز جدا على قلبي، خليني اقول لحضراتكم انه كان في النهارده اجتماع لاتحاد الكره اتخذ فيه بعض القرارات بناء على توصيات نيلو فينجادا المستشار الفني للاتحاد. الاتحاد المصري لكره القدم وافق برئاسه طبعا احمد مجاهد رئيس اللجنه على توصيه نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي المقبل اللي هم مواليد 2001. هيكون معاه في الجهاز معتمد جمال مدرب عام، مع وائل رياض مدرب، ومع طارق سليمان حراس مرمى، وكمال عبد الواحد معد بدني. كمان وافق الاتحاد على توصيه فينجادا بتعيين محمد وهبه مديرا فنيا لمنتخب الوطني الناشئين، دول مواليد 2006، مع استمرار باقي اعضاء الجهاز الفني في اداء مهامهم. تم ايضا اقرار او اتخاذ قرار بتعيين علاء عبد العزيز مديرا للمنتخب الاولمبي، وايمن حافظ مديرا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وايمن زين طبيبا للمنتخب الاولمبي. كمان قرر الاتحاد اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسا لبعثه المنتخب الوطني للكره النسائيه تحت 20 سنه للكونغو لاداء مباراه العوده في تصفيات كاس العالم. دي قرارات اتحاد الكره اللي لسه طالعه طازه. خلينا نتكلم اكتر على الاهلي، وطبعا ماتش مباراه امبي الاخيره اللي منها هينطلق لبدايه موسم جديد، هنتكلم على شكل الافضل وسيناريو مسابقه الدوري العام، هنتكلم على دور رابطه الانديه، هنتكلم طبعا على ماتشات مصر مع ليبيا ذهابا وايابا مع واحد من نجوم النادي الاهلي وحارس مرمى متميز الحقيقه كابتن احمد فوزي، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. مساء الخير كابتن احمد. مساء النور يا ابو حميد، ازي صحتك عامل ايه؟ ازيك يا منور الدنيا؟ وحشنا الله يكرمك. رايك حليك. بس في الطازه ده ايه الاخبار؟ يعني الطازه غريب شويه. يعني بص هقول لحضرتك حاجه، انا عندي اقتراح ان اتحاد الكوره يخلي زي ما نيلو فنجادا المدير الفني، ايوه، يخلي كابتن شوقي غريب مدير مشروع للمنتخبات الوطنيه، مدير مشروع للمنتخبات الوطنيه. طالما بيطلع من المنتخب الكبير على الاولمبي، على الاولمبي اللي بعده، على الاولمبي اللي قبله، يبقى ثابت. على فكره انا مش بضحك ولا بهرج ولا بقول حاجه، انا بقول يبقى فعلا زي في اوروبا بيعملوا ايه، بيجيبوا مدير فني كبير يمسك المنتخبات الوطنيه كلها، وبيجيبوا واحد لكل مرحله سنيه، ويبقى ثابت 10 15 سنه ويطلع من تحت ايده حاجات، انما مش
كلام ضحك بقى على الدقون، او ان المنتخب الاولمبي ده سنته خلصت نروح نمسك كابتن شوقي غريب، خلص المنتخب ده نمسكه منتخب اول ونرجع نمسكه منتخب اولمبي. يعني التكرار في حد ذاته مش هيبرز اي انجازات الا ان انت تكون مستعد ان انت تبقى زي ما بقول لحضرتك مدير منتخب ومدير منتخب هنسميك مدير منتخب اولمبي، زي ما انت جايب مدير منتخبات نيلو فنجادة هات مدير منتخب اولمبي. يبقى كابتن شوقي غريب معروف على طول انه هيمسك المنتخب الاولمبي اللي رايح اي بطوله. يبقى انا كده ثابت وفي نفس الوقت ما خسرتش حاجه يمكن وقلت للناس قلت للمدربين التانيين ما تجتهدوش في المنتخبات، ما تفكروش في المنتخبات، فكروا في الانديه بس. ما يمكن عشان الراجل صاحب مشوار طويل وخبرات كبيره يعني إيه؟ فممكن نقول نراهن عليها. انا عشان كده بقول لحضرتك ايه انت معترض على ان يكون مدير فني منتخب اولمبي، عايزه يبقى مدير مشروع، مدير مشروع كامل. يبقى انا هلعب بسيستم كامل للكره المصريه يتولاها كابتن شوقي غريب من الناشئين من تحت لحد ما يوصل منتخب اولمبي، يبقى هو مدير الثلاث منتخبات. طيب عظيم جدا. على فكره دي فكره ممتازه وكويسه جدا، بس هي يمكن تكون في التطبيق هتزعل المديرين الفنيين. هو مدير الفنيين زعلانين كده كده كابتن احمد. طيب خلينا نقول لحضراتكم برضو ونستقبل اسئلتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا، اسال كابتن احمد فوزي وكابتن احمد يجاوب على حضراتكم طبعا مع الهوا على الهوا. بس خلينا الاول اروح لتقييم سريع، راضي عن مباراه، راضي عن كره الاهلي ومستوى الاهلي في ماتش ام بي؟ لسه 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 ولسه، والناس لازم تبقى عارفه ان النادي الاهلي خارج من معركه يعني قوية جدا الموسم اللي فات، وضغط غير طبيعي، والضغط ده مش هيروح في شهر ولا اتنين، هيروح في فترة. ثانيا اللعيبة ممكن تكون، وده اللي لازم يوصل لها، ان جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات، لازم ممكن تكون ريحت شوية، ممكن تكون كانت داخلة ماتش الجيش وهي ضامنة المكسب، واكيد دي رسائل جاية لها مش 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 بس من عارف ان دي أول ماتش أول مباراة يخسرها الاهلي من الجيش؟ ايوه في كل الماتشات اللي لعبناها في تاريخه في تاريخه. كان الاهلي يستحق الخساره في الماتش ده؟ يستحق الخساره؟ لا، يعني الشوط الاولاني في اتنين نطلع 2-0 مستريحين محمد شريف، بس ما يعني خلاص بقى انت هو اوت فورم والكره مش ماشيه معاه، عشان كده بعد الشوط الاولاني ما نستحقش نكسب. تمام. يعني الطبيعي بتاعنا، الطبيعي بتاع النادي الاهلي في الشوط الثاني الاصرار على المكسب بيزيد، ما كانش ظاهر في ماتش الجيش خالص. في فرق او ايه الفروق اللي وضحت بالنسبه لك في مباراه ام بي؟ مباراه ام بي من الدقيقه 1 للدقيقه 90 واحنا بندور على هدف المكسب. يمكن بعد هدف المكسب تراخينا شويه، احرزنا هدف ثاني اللي هو ما اتحسبش بتاع حسام حسن. انما من الدقيقه 1 للدقيقه 90 بنضيع. من فترات بعيده اشوف النادي الاهلي بيعمل شوتينج. التصويب ما كانش موجود لفترات كبيره، لقينا سولاه بيشوط، لقينا ديانج بيشوط، لقينا حسين لا اسمه ميكسوني شاط واحده. أيوة. شريف بيحاول، يعني في الاصرار والرغبه. تقريبا خط نص الاهلي بالكامل مع خط هجوم النادي الاهلي بالكامل كلهم ليهم محاولات على المرمى. بالظبط. يعني قفشه ليه فرص، عبد القادر ليه فرص، ميكسوني لما نزل ليه فرص، شريف ليه فرص. الوحيد اللي ما جاتلوش حاجه كهربا، هو كان بيحاول وصنع كتير او حاول انه يصنع، ولكن ما جاتلوش حاجه على المرمى. انما معظم اللعيبه كان في، انت كنت حاسس ان في اصرار عكس الماتش اللي قبليه. الماتش اللي قبليه كان في حاله من التراخي باينه، ممكن يكون تعب، ممكن يكون اجهاد، ممكن يكون عدم تقدير موقف، ممكن يكون عدم تركيز. انما في العموم ماتش ام بي احسن شويه. مش هقول لك، خلي بالك كلمه احسن شويه دي وراها حاجات كتير قوي. احنا ما وصلناش للفورم الطبيعي بتاع الاهلي، ما وصلناش لطريقه لعب النادي. انت لعبت بجناحين عكس الجناحين اللي قبليهم الماتش اللي قبله خالص. الجناحين اللي قبليهم طايرين، لا ده دول عبد القادر بيخش ويستلم لجوه، كهربا بيخش ويستلم لجوه ويسيب مساحات للطرفين. فستايل اللعب عبد القادر وكهربا غير حسين وغير طاهر. حسين وطاهر بيلتزموا بالخطوط اكتر، تمام، عكس الاثنين التانيين على طول بيخشوا جوه. حتى مكسيكوني لما نزل، ميكسوني لما نزل ده نزل وبقى ابتدى يخش لجوه. لا، هو تحركات وتمركزات لاعيبه النادي الاهلي في مباراه ام بي تختلف تماما كلياً. عشان كده لقينا محاولات اكتر، لقينا. مين لفت نظرك في الفرقه يا كابتن احمد؟ ما بص، الناس عماله تقول ميكسوني. لا يا جماعه، لسه بدري. احنا جايبين لعيب محترف. ايوه، لعيب محترف، يبقى انت عشان تقيمه تديله شهرين ثلاثه. هو لعيب كويس واعد، احنا جايبينه عشان هو لعيب كويس. انما اكيد الاهلي مش هيجيب لعيب الا ما يكون بيمثل اضافه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله.
ما هو اللعيب اللي هيمثل اضافه في النادي الاهلي ساعات كتير قوي تيشرت النادي الاهلي بيبقى تقيل عليه. ايوه ما يعني خلينا بس يبقى ايه يعني ما فيش عندك الجواب بيبان من عنوانه؟ لا ما فيش. لا ليه؟ لان ساعات هقول لك حاجه، لما جبنا شريف كنا متوقعين ان شريف يتالق بالطريقه دي؟ لا طبعا. طيب قفشه لما جه ما في ناس ما كانتش موافقه على الصفقه من اصلا، بقى نجم الفرقه في الوقت الحالي. حسين الشحات عامل ضجه في الوطن العربي، جه اول سنه ونص ما كانش موافق. عشان كده ما تقدرش تحكم على لاعب الا بعد 3 شهور. طب انا مش بقول لك احكم عليه، بس تقييمك لظهوره. يعني احمد عبد القادر ظهر في مباراه امبي، ميكسوني ظهر في مباراه امبي، حسام حسن ظهر حتى ولو لوقت بسيط. عبد القادر لو خد في النادي الاهلي بصفه منتظمه هيبقى نجم فرقه النادي الاهلي. دي وجهه نظر. امكانيات، مهاره، قدرات، باسنج، استلام، تحرك، رؤيه، الحاجات دي موجوده عند عبد القادر، ينقصه حاجه واحده، البناء العضلي. عايز يشتغل على جسمه شويه. ده لازم لو عايز يكمل، لانه مستوى الالتحامات في سموحه عكس مستوى الالتحامات مثلا في افريقيا. أيوه. لا لما تلعب في النادي الاهلي بتلعب فرقه في افريقيا مستوى الالتحامات هيبقى اقوى بكتير. مثلا هقول لك مثلا صغير محمد صلاح، شوف الفرق بين محمد صلاح في المقاولين وفي بازل ولما راح تشيلسي وبعديها روما وبعديها ليفربول. هو انت لازم تشتغل مهاريا كويس قوي تمام، بس لازم اشتغل على الجانب العضلي، لان القوه دي بتبقى لما حد يخبط فيك يرد. هي دي اللي تنقص عبد القادر. كهربا انا شايف انه غير السنه اللي فاتت خالص. بص شوط غير السنه اللي فاتت خالص، بس هي المشكله في الاستمراريه بتاع كهربا، هل هيستمر؟ قفشه وشريف في حاله من عدم الاتزان، بس في العموم احنا عارفينهم وعارفين امكانياتهم كويس. احسن واحد في الفرقه واللي صعب انه يقعد واللي نتمنى انه يبقى متواجد على طول هو ديانج. فعلا قدم مباراه اروع ولا اروع ولا اروع ولا هجوما بصراحه وبعدين يعني شايل السوليه كان بيطلع قدامه وهو بيلعب 4-1، بيلعب سويبر لخط المنتصف كله وادها على احسن ما يكون. فاعتقد ان ديانج كان من احسن الناس الموجودين في الفرقه. مرحله اعتقد يجب استغلالها بافضل شكل ممكن. المرحله اللي جايه عندنا توقفات دوليه، الفرقه هتشتغل يعني بشكل في ايقاع هادي شويه. تمام. شايف انه ازاي مستر موسيماني شايف نستفيد بالمرحله دي ازاي وتحضر اللي جاي، لانه اول ما العجله تدور تقريبا مش هتاخد نفسك بالظبط كده. يعني انا شايف ان اهم حاجه دلوقتي زي ما اتفقنا ان النادي الاهلي كان بيعاني السنه اللي فاتت من الناحيه البدنيه، يبقى لازم احضر الفرقه بدنيا جدا 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 الناحيه البدنيه. نمره واحد، لازم اغير طريقه لعب 4-1-3 4-2-3-1، ولازم العب في وقت من الاوقات ب 4-1-3-2. عنده فتره مستر بيتسو انه يشتغل على طبعًا. فكره طبعا تغيير الخطه او تغيير طريقه اللعب اكيد اكيد. وجود حسام حسن جنب محمد شريف في بعض الاوقات هيبقى اساسي، خاصه في المباريات اللي انت عايز تلعب بايه. شايف الطريقه الانسب لمشي الاهلي دي ايه؟ ممكن العب 4-1-3-2، ممكن 4-1-4-1. اصل انا عندي ديانج بيعمل الحته دي كويس قوي، ليه ما استفدش بالناس اللي قدامه كلهم يهاجموا؟ ايوه انا قلت 4-1-4-1 دي، والناس قالت لي ازاي يعني العالم كله بيلعب 4-2-3-1. قلت له ما يلعب زي ما يلعب، هي طريقه. انا ومشتي على فكره 4-1-4-1 هي 5-3-2 بطريقه جديده. مظبوط. هي 5-4-1 بطريقه هجوميه. فانت انت اللي ممكن تبقى 4-1-4-1 هي 4-3-2-1 لو انت عايز تسميها بالمسمى الجديد. أيوة. حسب توظيف اللعيبه والمهام اللي هيعملوها في الملعب. المشكله الشكل التنظيمي ايه؟ المشكله الشكل الخططي في الملعب ايه؟ انت بتتحرك ازاي؟ انت بتحرك الناس اللي جايه من تحت ازاي؟ انت بتوسع للي جايين من تحت ازاي؟ السويبر اللي بيشتغل ده لما بيطلع يهاجم اكيد في واحد بينزل مكان، فهي الطريقه مش اكتر. طيب المخرج ايه من دايلمت الموسم اللي جاي؟ التصورات اللي تم الاعلان عنها، اما ان احنا نكمل بالشكل التقليدي وفي الحاله دي هنطول لغايه سبتمبر، اما ان احنا نحط دوري المجموعتين والسيناريوهين بقى الخاصين بكل تصور هطرحهم عليك وشوف رايك فيهم ايه. وايه اللي يحقق مصلحه مشتركه للجميع على مستوى اللاعبين والاجهزه على مستوى الانديه، وبالتاكيد طبعا في المقام الاول مصلحه منتخب مصر. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكلم كابتن احمد في رؤيته وفوجه نظره فيما يتعلق بشكل المسابقه في الموسم الجديد. نرجع لحضراتكم مره ثانيه ونرحب بكابتن احمد فوزي، وكان سؤالنا على شكل المسابقه والتصور الافضل بقى من وجهه نظره لمسابقه الدوري في الموسم الجديد. يعني انا شايف ان الدوري احسن حاجه يتعب من دور واحد او مجموعتين ويخلص قبل شهر 5. دي وجهه نظر. احنا عاملين زي واحد مش لاقي ياكل فبيستلف، السنه اللي بعديها بيستلف، السنه اللي بعديها بيستلف، السنه اللي بعديها بيستلف، هتتراكم عليه الاستلافات دي هيجي في سنه واحده مش هيلاقي حاجه. هنلاقينا داخلين في شهر 1 السنه الجديده.
لا احنا نخلص السنه دي ونخلي الدوري يخلص شهر 5 عشان نبتدي المواسم بعد كده متتاليه. ايه السيناريو الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني بص انا قبل اي حاجه السيناريو الاقرب من وجهه نظري اعتقد انه يبقى احسن سيناريو العب دوري من دور واحد في ملاعب محايده واخد 8 و10 ويلعبوا مع بعض وينزل بعد كده. تمام. ليه؟ لان ال8 وال10 اعتقد ان استحاله من دور واحد يخرج الانديه الكبيره عن الثمان فرق. تمام. استحاله. تمام؟ لو حتى فرقه غير موفقه في 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 دور استحاله يعني هتقل عن ترتيبها يتراجع قوي يتراجع عن الثامن. تمام. والعكس صحيح لو فرقه موفقه في الدور الاولاني من الفرقه اللي بتنافس تحت استحاله تقعد لحد الدور الاولاني ما يخلص. تمام. وبعد كده الثمانيه يعني اللي فوق يعني التصور ده يحقق مبدا تكافؤ الفرص من وجهه نظري. تماما. لان الثمانيه اللي فوق بعد كده هيلعبوا بعض والعشره اللي تحت هيلعبوا بعض بقى. هم العشره اللي فوق هيلعبوا بعض والثمانيه اللي تحت هيلعبوا بعض. العكس. 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 الثمانيه اللي فوق هم يعني ماشي مش هتفرق كانت كده او كان كده. ممكن يعني يرجع يقول لك 9 و9 مثلا. مثلا برضه. ففي الحاله دي هيبقى في تكافؤ الفرص. تمام. تماما من وجهه نظري. تمام. دي نمره واحد. الاهميه في كده ايه؟ ان انت هتقلل عدد ماتشات الدوري حوالي مثلا 10 5 يبقى انت بتقلل 12 مباراه، 12 مباراه ب 12 اسبوع بثلاث شهور. لا انت هتقلل عندك 17 وهتلعب 9 26 هتقلل 8 ماتشات بس. ده في ال10. في الثمانية اللي هم الاهم اللي بيشاركوا في افريقيا. ايوه. في الثمانية اللي بيشاركوا في افريقيا هتقلل لهم هتقلل لهم كام؟ 10 ماتشات. 10 ماتشات. 10 ماتشات يعني شهرين ونص تقريبا. صح. طب تخيل بقى ان احنا وصلنا كاس عالم شهرين احنا بنلعب 19 ماتش في 30 يوم بالظبط. ايوه 19 ماتش في 30 يوم. انت بتتكلم على الطبيعي. بس قعدت بعد قبليها 17 مباراة بتلعبها في قد ايه؟ في حوالي 7 شهور. فيعني القصه في الاول وفي الاخر مش تحديد. انت المشكله ان انت لو وصلت كاس عالم ممكن ما تلحقش تكمل الدوري خالص وتلغيه وتعمل زي الدوري بتاع 89 90 لو تفتكروا بتاع كابتن جوهري لما لغاه. فانت غصب عنك انت لو ما اتخذتش اجراء حاسم دلوقتي وقلت دلوقتي يا اما ما فيش مش لان انت السنه الجايه لو لعبت دوري كامل هتخلص شهر 10 هتبتدي بعده في 11 تخلص شهر 11 وهكذا دواليك. الكاس بمناسبه انك بتقول احتمال الدوري يتلغي لو وصلنا كاس عالم، الكاس تفتكر هيكمل ولا برضه؟ اعتقد انه ممكن يلعبوا كاس بدون الدوليين. بدون الدوليين؟ زي ما عايزين يعملوا كاس الرابطه عشان خاطر اللي مش دوليين يلعبوا. ده بقى احسن اقتراح من وجهه نظري لان في ناس بتقعد بالشهرين في بيوتها ما بتلاقيش حاجه. يعني احسن حاجه اتعملت كاس الرابطه ده من وجهه نظري للناس اللي مش دوليه. تمام. الانديه تلعب باللعيبه اللعيبه مش موجوده. طيب تعال نستعرض كده الجمهور قال ايه في موضوع الموسم الجديد ده واراء الجمهور. حسين على تويتر بيقول مساء الخير يجب ان يكون دوري من دور واحد. تمام. ده من دور واحد بس يعني مش عايز حتى انه يبقى لا في بقى. صعب. صعب صعب تخل بال يعني تكافؤ الفرص مش هيبقى عالي. تمام. طيب فادي محمد اتصور ان الدوري هيبقى زي المواسم المقبله وبعيدا عن ضغط المباريات وكل اربع ايام ماتش وفرصه فرص الانديه المشاركه في افريقيا تلعب من غير ضغوط وتحياتي ليك. استحاله. استحاله مش هنلحق. مش هنلحق. نروح للي بعده. السيد شمس يبقى دوري مجموعتين ونخلص بدري ونبدا زي العالم كله. هي فكره ان احنا نبدا زي العالم ده يعني بقى في حد ذاته بقى اعجاز. يعني لسه بقول احنا لسه ما ابتديناش دوري وفي ناس بتلعب في الموسم السادس في الاسبوع السابع. في الاسبوع السابع والسادس. حسن درويش ممتازه بس يا رب تكمل والكلام اللي بيتقال يتعمل. ماشي معاك. يلا. محمود ابو احمد من دور واحد عشان نتجنب تلاحم المواسم والاهلي فوق الجميع ده جزء يعني كل الناس متفق الجمهور راضي بده. طبعا. يعني اصل الانديه هتتفق تفتكر؟ لا. لا. عمرنا ما بنتفق على حاجه. ولو ما اتفقناش. طب هقول لك مين اول ناس مش هتتفق؟ الثلاثه اللي صاعدين من تحت. مش هيتفقوا على انا شايف من النهارده اعتراضات ناس بتقول لك لا احنا عايزين نلعب دوري كامل. حاجه الثلاثه اللي صاعدين من تحت يقول لك انا طلعت الدوري الممتاز عشان العب الماتشات كلها انتوا هتضحكوا عليها انتوا هتقرطسوني. اراء الانديه شايف انها لابد انها تكون استشاريه ولا لابد انها تكون ملزمه؟ صلاحيه دور الرابطه واللي بتتكون السنه دي صلاحيه الرابطه دي الرابطه دي شئنا ام ابينا هتحصل هتحصل. السنه دي زي اللي بعدها زي اللي قبلها المفروض انها تحصل من قبل كده. حصلت حصلت خلاص حصلت؟ حصلت. انا رايي بقى الدوري ده بالذات الوحيد اللي يتاخد فيه قرار من اللجنه الثلاثيه ويسيب بعد كده الدوري. الدوري السنه دي مش لجنه ثلاثيه يا كابتن، الدوري السنه دي رابطه انديه. انا ما كنتش عايز دي. انا كنت عايز القرار يتاخد ان الدوري من دور واحد الرابطه اللجنه الثلاثيه توافق عليه ويتاخد الامر وبعد كده يبتدوا يكونوا الرابطه، فلما تتكون الرابطه بقى يبقى المواسم القادمه. طيب طب ما تيجي تقول لي لو تم الاستقرار لا احنا هنلعب دوري دورين زي ما بنلعب كل سنه، مين يدفع الفاتوره ومين اللي هيحاسب عليها؟ الفاتوره اللي هيدفعها الانديه اللي بتلعب في افريقيا. اللعيبه اللاعبين شوف انا بقول ايه اللاعبين بتوع المنتخبات
سواء المنتخبات المصريه او المنتخبات اللعيبه بتاعتنا محترفه فيها، مثلا زي النادي الاهلي مثلا علي معلول ديانج مثلا، والناحيه الثانيه في انديه كتير كده. أيوه. دي اكتر ناس هتتعب السنه دي، وفع حرفيا هيتصابوا مره واثنين. ومش هنقدر احنا كنادي مثلا بنتكلم على لاعبتنا. أيوه. لاعبتنا هتتعب جدا جدا جدا، لان مستوى مشاركه في بطولات افريقيا، مستوى مشاركه في البطولات الدوليه للمنتخب المصري، مستوى المشاركه على المستوى المحلي هتبقى مشكله كبيره جدا. مع وضد فكرة أنه يبقى في منتخب للمحليين ممكن يسمح ليهم بمشاركة في بطولة من البطولات، يعني عندنا كأس العرب لازم كأس العرب ده ما يروحش فيه المنتخب الكبير. دي وجهة نظر يعني، ما يروحش المنتخب الكبير، ما نروح بالمنتخب الأولمبي، نروح بالأولمبي. إحنا لسه المنتخب الأولمبي اللي إيه اللي مش موجودين في المنتخب الأول اللي كانوا لسه ماشيين من 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 اليابان. أيوه. ممكن كابتن شوقي غريب يجمعهم ويضم عليهم 3 4 لعيبه من غير المنتخب ده ويروح يلعب بيهم، وهتبقى نواه هتلاقي لعيبه ظهرت انت ما كنتش عامل حسابك عليها اصلا. طيب خلينا نروح لاسئله الجمهور عشان ندي برده مساحه، لانه جاي لك اسئله كتيره كابتن احمد. سيد بوفون الاسم باين. ايوه باين طبعا. مين اكتر الحراس المصريين اللي عندهم فلكسبيليتي يعني مرونه اقدر يتكلم عليك انت؟ بيقول لك ان كابتن احمد من اكتر حراس المصريين اللي كان عندهم فليكسيبيليتي كان وسطه استك. الله يسترك يا عم بوفا، الله يسترك، ربنا يكرمك. احمد سكران، ايه رايك يا كابتن احمد في حراسه مرمى؟ هل الاهلي يحتاج لحارس مرمى في مستوى الشناوي؟ اعتقد ان لو مش دلوقتي هيبقى بعد كده اكيد، لان بالتقدمه والمشكله ان بالوقت الشناوي اكيد لا قدر الله يحصل له اي حاجه. أيوه. لازم يكون واحد قريب منه جدا جدا جدا. علي لطفي بيحاول، بس علي مستوى مشاركاته السنه اللي فاتت ما عجبنيش وبصراحه. ومصطفى يعني كل الماتشات يعني عايز اقول لك عشان احنا بنعمل، انا ما شفتش غير الزمالك بس اللي كان موفق فيه. يعني كل الماتشات رغم قله مشاركته، لكن كل الماتشات اللي شارك فيها علي لطفي، انا مش رايي يعني، ده كان راي الجمهور. احنا بنعمل رانكينج لكل ماتش كده، فدايما علي لما بيلعب تلاقي الجمهور مديله صوت. بص هقول لك حاجه، مهما كان ان الراي مش هيبقى زي راي الجمهور لاسباب كتير، ممكن فنيا وممكن يكون نظرتي الحارس. انا عارف انا بقالي كتير ما بلعبش وباجي اترمي في ماتش، اترمي بكلمه تترمي ما أيوه. بقاش موجود، ومره واحده الاقي نفسي بلعب للنادي الاهلي وماتشات مهمه وفي افريقيا وفي الدوري ويخش فيها جون، نفسيا بهبط. الماتش اللي بعده ابقى عايز اطلع بكلين شيت، يخش فيها جون، نفسيا بهبط، وهكذا دوالي. تمام. فهو للاسف مفيش ماتش غير ماتشين او حاجه من الثمان ماتشات اللي لعبهم السنه اللي فاتت هو اللي طلع بيهم كلين شيت. تمام. فده ياثر عليه نفسيا، انما هو كحارس مفيش اختلاف ان علي دلوقتي لو في انبي النادي الاهلي هيروح يدور عليه، وبيراميدز هيدور عليه، والزمالك هيدور عليه عشان يجيب علي لطفي يستقطبه، لان علي من احسن الحراس الموجوده في مصر. تمام. مفيش شك في ده، بس بالمنطق اللي انت بتقوله اي حارس هيلعب مع محمد الشناوي هيتظلم، هيتعب استحاله. هيتعب. طيب نروح للسؤال اللي بعده. كابتن احمد فوزي كان رقم كام في قائمه افريقيا 2002؟ ده حسام غالي. يعني حسام غالي طبعا الكابتن. الرقم كان 33. 33 طبعا، الحاجات دي ما تتنسيش. لا طبعا، الفانيلا موجوده متعلقه في البيت. عبد الرازق، ايه رايك في صفقات الانديه المصريه؟ وخلينا نزود عليه وصفقات الاهلي بشكل. طب احنا خلينا نتكلم في الاهلي. الاهلي انا شايف ان من احسن الانتقالات اللي حصلت في تاريخ النادي، زيها زي شتاء 2019. اعتقد من احسن الايام اللي حصل فيها انتدابات. يتبقى توفيق اللاعبين في النادي. تمام. نروح للسؤال اللي بعده. مين بطل الكاس؟ لا ما الله اعلم، عند العلم عند الله، بس اتمنى النادي الاهلي. يعني انا ما بحبش اتوقع. ازيك يا كابتن فوزي؟ عاوزين نشوفك كتير عشان حضرتك من الشخصيات المحترمه. سؤالي، مين هو الحارس العالمي اللي بتحب تشوفه او تتابعه؟ ميرسي يا ابراهيم، بس طبعا دلوقتي العالم كله بيحب يتفرج على اوبلاك كورتوا. انا عن نفسي بميل لاوبلاك. هي حراسه المرمى موهبه؟ يعني دايما بنحكم على لعيبه المراكز المختلفه. طبعا موهبه. موهبه بتاعت ربنا. تلاقي الولد نازل يلعب في الشارع، انا عايز اقف جوه. الناس كلها عايزه تجيب جون، هو الوحيد اللي عايز يقف جوه. بيبقى مجنون صحيح، بس دي حقيقي. أيوه. تبقى بتاعت ربنا حب. بتحب ان انت تدافع، غريزه الدفاع عنده. وغالبا بينزل قائد. ان اللي عايز يشيل ناس قدامه بتهاجم، هو طبيعي بيبقى قائد. فالقياده بتبقى من اهم
العناصر الموجوده في حارس المرمى. أيوه. القياده وتحمل المسؤوليه. بتشوفها ازاي وبتقيمها ازاي عند الشناوي؟ لا الله اكبر، حاجه محترمه وحاجه عظيمه، راسي وهادي وعاقل وعنده قياده وعنده صوت وعنده قدره، وامتى يلم لعيبته وامتى يفوقهم دي ميزه كبيره. بتراهن على مين في الحراس الشباب في النادي الاهلي؟ ان شاء الله مصطفى، ان شاء الله مصطفى شوبير. وخلي بالكوا حمزه ده هيبقى جون كبير جدا. بس الناس تاخد وقت. بص عايز اقول لك حاجه، الناس بتيجي تظلمنا وتقول بعد كده انتوا قلتوا عليه كويس وما ظهرش. لا الراجل ده كويس لما يلعب. عمر رضوان قعدنا نقول كويس كويس كويس، قعد 4 سنين ما بيلعبش ومشي، بس بقى لما راح لعب دلوقتي الانديه كلها بتكلمه. نورت الدنيا يا كابتن احمد، سعدتنا وشرفتنا في السادسه. حبيب الله يكرمك، بشكرك على وجودك معانا، بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره مش موجودين معاكم، هنقابلكم بقى ان شاء الله حلقه يوم الاربعاء في السادسه واليوم العالمي. بكره ان شاء الله نتابع وديه الاهلي مع الغابه ونطمن ان شاء الله على سكواد النادي الاهلي. بشكر حضراتكم مره ثانيه على المتابعه، ونتقابل على كل خير ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم.